السلام عليكم، أنا مالك أحمد، طالب بكلية الطب جامعة بغداد مرحلة ثانية. بهذا الفيديو راح أشرح المحاضرة الثامنة. بداية من تتابعون هذا الفيديو لا تقرون المحاضرة 7، مو مداخلة يعني، بس حاولوا شوية تأجلوها، لأن محاضرة 7 هي نلم الشغلات اللي حنقرأهم بقية المحاضرات. يعني بالبيزل جانجليا يعني شنو الفكرة؟ إنه أكو كونكشن حيشرحها محاضرة 7. هذول الكونكشن لهم أساس جاي من البيزل جانجليا ومن السيريبرال كورتكس والعلاقة بالسيريبلم. فأقول لو تحاولون تضبطون أغلب الشغلات وانو بتقرون محاضرة 7. أنا إن شاء الله محاضرة 7 حشرحها زين. بالنسبة للبيزل جانجليا شنو قصتها؟ قبل البيزل جانجليا محاضرة 4 حتى أشوفكم إياها. هاي محاضرة 4، أول 7 سلايدات من حد قلبوهن حيحجون سوالف عامة، وراها حيبدون هذا سلايد 8. أول شي سوالف عامة، ثاني شي حيشرحون الدورز الكولوم ميديا لامناسكال سيستم والأنتيرولاترال سيستم. يعني هاي ما ترهم انه واحد يجي يقعد يشرحها وهي نفسها مشروحة بالاناتومي، كوبي بيست، شوية اختلاف يعني معلومات. هاي الثلمس هيج نفس مال الاناتومي، حاجين عليها حكاية واحدة، والفانكشن مال الثلمس هم نفس فكرة الاناتومي، بس واحد يفهمها يجي يقرأها هنا. نعبر خلصت الثلمس، هذا هيج. يجي على السيربرال كورتكس، السيربرال كورتكس هم نفس الاناتومي. زين؟ هذول نفسهم مشروحين بالاناتومي، بس ما اعرف كوبي بيست، بس انا اتذكر قار الاناتومي بذني المناطق. فان ذني المناطق نفس الموجودات، يعني اذا ملزمة الفسلجة ولا ملزمة الاناتومي، يجوز اكو اختلاف، بس النقطة انه هي مو فد معلومات صعبة وما تنفهم وصلت، فما حشرحها. محاضرة 4، محاضرة 5 كملت، محاضرة 6 السيربرال كورتكس هي بها جزئين. انا ذول ما قاريهم لان بعدي ما واصل للسيربرام، بس اتذكرهم قاريهم من زمان، يعني اتذكر ايش بيهم ما اتذكر المعلومات. السيربرال كورتكس هم نهاية يعني تحكي على نفس السيربرال كورتكس الموجودة بالاناتومي. خب هاي اسهل بعد انه تحكي بس اول 8 سلايدات 9، وراها راح يقوم يحكي على هذا البيراميدال سيستم. البيراميدال سيستم سهل، هاي الملزمة يمكن كلها على الاكسترا بيراميدال، مو بالله كلها على البيراميدال، مو كلها على الاكسترا بيراميدال. الاكسترا بيراميدال مشروح بملزمة 7، الملزمة اللي وراها. هسه الاكسترا بيراميدال سيستم لا، بي تفاصيل لها علاقة بالفسلجة. تبقى محاضرة 8 ان شاء الله حشرحها اللي هو حاليا. محاضرة 7 هم ان شاء الله حاول اشرحها، اكيد يعني هو على الفراغ فانا ما اوعدكم، بس حاول اشرح اللي اقدر عليه. محاضرة 9 هم نفس الفكرة، لازم تنشرح، يعني اذا عندي وقت واشرح فمحاضرة 9 لازم تنشرح، مو مثل 6 و4. محاضرة 10 شرحتها، محاضرة 11 شوية بها ديتيلز، فجاي احاول اصفطها في الطريقة تفيدكم وتختصر وقت. بس المشكلة هي اصلا الهايبوثالامس النوكليسات مالتها بالمصادر تختلف، فيعني ماكو فد صورة تساعد بيها. زين، الليرنينج انا قاريها بالامتحان هذا اللي كوزات الصارو، فهم حاول اشرحها. يعني هي ليرنينج ترمينولوجي ترى، بس تترجمون الكلمات تفهمون شنو السالفة. 13 ما راح اشرحها لان نفس مال فارما، كوبي بيست. 14 و15 و16 دول نفس مال الاناتومي، بس ما اعرف حشرحهم لو لا، فيعني ذول نعرفهم حاليا. 17 السليب كل شي ما اعرف، انا اعرف اسمها بس. فشوفتكم من اللي حقدر اشرحه انه 8 هاي حتكون نازلة، 7 ان شاء الله هم ببالي و9 ببالي. البقية حسب يعني من نقرأ اشوف شنو السالفة وحسب الاقدر اشرحه. والرابعة والسادسة قلت لكم يعني نصيحة قروا الاناتومي وتعال قروهن، لا تباعون شرح، يعني نصيحة، لان سؤال اتذكر قاريهم ما بيهم فد فكرة قوية مثل البيزل جانجليا. هنا تختلف يعني تختلف عن الاناتومي. شوفوا شباب، محاضرة الفسلجة شارح شغلات يعني تخص الفسلجة، ارتباطات نيورو ترانسميترز وذني، بس انا اعرف انه البيزل جانجليا صعبة، يعني هي والليمبك سيستم مكانهم ما ادري شنو مكانهم، صعب واحد يتخيله. مو مشكلة، ترى هاي المشكلة عند الكل، حتى انا حاليا دا اشرحها كانت عندي، بس بعدين شوية حاولت اضبطها وجدتي الحمد لله. فهسه ايش حسوي؟
المحاضرة مال الفسلجة ما تبدي هسه، راح احاول اعطيكم اوفر فيو عن البيزل جانجليا شنو هي. شوفوا احنا عندنا فد نقطة انه الثلمس تستلم الاحاسيس من الجسم، هنا نحتاج فد مخطط. هسه الثلمس تستلم الاحاسيس من الجسم وتدزهم لمن؟ للسيربرال كورتكس. تمام، هاي الاحاسيس من تدزهم للسيربرال كورتكس، السيربرال كورتكس راح تتنشط على مود تسوي موتور ريسبونس. هنا منو ينظم هاي السالفة؟ راح تتدخل البيزل جانجليا. البيزل جانجليا شغلها الرئيسي ان تروح تطفي الثلمس. فالبيزل جانجليا من تروح تطفي الثلمس، الثلمس بعد ما تدز للسيربرال كورتكس. هذا طبعا حكي كلش سطحي، ومن نفوت ديب حتفهمون كل شيء، بس احنا التبويب لازم يكون هيك. سيربرال كورتكس من حتطفى يعني الحركة حتقل، تمام؟ فالبيزل جانجليا من تروح تثبط الثلمس، يعني اكو حركة ما نريدها تصير. شون تجي البيزل جانجليا نقول يا البيزل جانجليا تقول يا حركة ما تريدها تصير، هاي سهلة. الفايبرات اللي يخصون هاي الحركة راح يثبط الباثوي مالتهم، انه البيزل جانجليا تروح للثلمس تقولها يعني تطيها تثبيط لهاي الحركة. الثلمس ما راح تدز للسيربرال كورتكس لأن ثبطت، فما راح تصير هاي الحركة. وصلت؟ طبعا اكو بعد باثويات وهذا الحكي، بس هسا حكيت لكم فائدة البيزال جانجليا. هسا نيجي لاسمها او ليش نصعد هنا فوقكم مخططات، حوضح لكم شنو القصة كفسلجة وكأناتومي. هسا حوضح لكم بيزال جانجليا من مقطعين. جانجليا هو شنو؟ هو تجمع مال خلايا عصبية خارج السنترال نيرفس سيستم، بس البيزال جانجليا موجودة بالسنترال نيرفس سيستم. ليش لعد اسمها جانجليا؟ ما بها فد فكرة، هم سموها غلط، غلطوا. مفروض يسموها بيزال نوكلياي لأن هي موجودة يمنى ويسرى، مفردها نوكلياس، بس تسمت جانجليا وانعرفت ومشت. تمام، ليش اسمها بيزال؟ شوفوا جواب ليش اسمها بيزال راح استغل على مود اشرح لكم بي فد ستراكتشر يفيدوكم بالعملي، يمكن يجيبون سي تي او ام ار اي لان هم بلغونا انه حيجيبون الاسئله راديولوجيكال ابلايد يعني سي تي او ام ار اي، فممكن يجيبون سي تي او ام ار اي على هاي. زين هسه احنا من ناخذ سكشن، هذا السكشن من اخذناه اذا لاحظتوا، خلينا نرجع على مود ينعاد، رجعنا كلش بعيد. شوف انا عندي فكره شوي، ركزوا بهاي. هذا السكشن اكو جزء فوق، اكو هذا الجزء كان هنا، اكو جزء كان فوق تكمله. هذا الجزء هو الايبكس مال سيربرال كورتكس، وهذا الجزء هو البيزل، فهي موجوده بالجزء البيزل. فحرفيا ترجمه البيزل جانجليا هي تجمع الخلايا العصبيه اللي موجوده بالبيزل بارت اوف ذا سيربرال كورتكس. تمام زين، هسه نجي في النقطه البيزل جانجليا، راح احاول ما ادوخكم بسوالف الاناتومي بس انطيكم اوفر فيو عنها. البيزل جانجليا من تتكون؟ تتكون من ثانيه، البيزل جانجليا من تتكون؟ تتكون من 1 2 وبعد اكو 3 موجود بملزمه الاناتومي، الثلاثه ما حيفيدنا هنا فحنغلس عليه. تمام، البيزل جانجليا هي انويه، الانويه هي تجمع مال خلايا عصبيه موجوده هنا بالسنترال نيرفس سيستم. اول نواة اسمها الكواديت، تكون سي شيب. وين هالكواديت؟ هنا، هاي راس الكواديت وهذا ذيلها. زين حنتاكد فد شويه من التاشيرات. هاي الكواديت يعني تقريبا هي هيك تجي، هسه هذا الرسم المفروض 3D يعني احنا المفروض دنباوع لها من فوق، فهي تكون ميديالي مقارنه بمن؟ مقارنه بالنواة الثانيه. النواة الثانيه اللي هي اللنتيفورم، اول وحده الكواديت، الكواديت سي شيب مثل السي. تمام، الكواديت شنو فكرتها؟ انه هي مو عندنا ثلمس اللي شكلها مثل البيضه، هي هيك تصير فوق الثلمس. تمام، بيها هيد وبيها هيك تيل، الذيل مالتها يبين بالسكشن اللي هو هذا، بس نمسح على مود اشوفكم الذيل مالتها. ما اتصور يجي بالام ار اي وهاي لان هو كلش صغيروني، هذا الذيل مالتها. وصلت، الهيد مالتها كبير وهو يجيبوه بالام ار اي، هذا هو الهيد مالتها. تمام، ليش قسموه هيد وتيل وذني؟ حسب ما اعرف على مود يعني نقدر ندرسهم اجزاء اناتوميكال نقدر ندرسهم.
زين، هذا أول جزء الكواديت. ثاني جزء اللنتيفورم اللي هو هذا، هذا الدائرة اسمه اللنتيفورم، وهاي هي الهيد أوف الكواديت، وهنا بقى منو عندنا الثلامس. هذول منو يفصلهم؟ يعني عندنا ستراكتشر شلون صار؟ صار عندنا هذا ثلامس وهيد أوف الكواديت، وعندنا هاي اللنتيفورم نوكليوس. يجي فتشي اسمه انترنال كابسول اللي هو المفروض تعرفوه موجود بملزمة السيربرال كورتكس بالسيربرام. يعني هذا الانترنال كابسول يفصل الهيد مال الكواديت عن اللنتيفورم نوكليوس، ويفصل اللنتيفورم نوكليوس عن الثالامس. هو هذا ترى الستركتشر هذا اللي رسمته هو هياته نفسه، هاي الهيد اوف الكواديت زين، وهذا اللنتيفورم، وهاي هنا موجود الثالامس، وهذا اللي هنا هو الانترنال كابسول. تمام. وبعد اكو اكسترنال كابسول والكلاستروديوم. الكلاستروديوم هو ثالث بارت بالبيزل جانجليا، بس ما لنا علاقه بيه بهالمحاضره لان هو اصلا بهذا السكشن مو كلش مبين. يعني هو فعليا هنا صاير، هنا هذا اتصور يعني زين. زائد هو وظيفته ما معلومه، يعني من حنحكي عليه وادليكم بيه ما عندنا فشي نحكي عليه اصلا. تمام. فصار عندنا كواديت ولنتيفورم. هاي اللنتيفورم هي نواة من الأنوية اللي تكون البيزل جانجليا، تتقسم بعد هسا المفروض فهمتو على مود السفد شوية ونحاول نحل السي تي سكان مالتها اللي هي هاي ام ار اي لو سي تي سكان، مفروض هاي ام ار اي، عفو زين. هياتها هاي جوة اشرح لكم عليها، هذا البرنامج ينطي ام ار اي هم زين. هذا ستركتشر حنعيده مرة ومرتين بس صبركم. شوي نكبر انه هذا هو بوتامين وهذا هو جلوبس باليدس. يعني اللنتيفورم نوكليوس قسمين، بوتامين جلوبس باليدس. هسه راح نحكي معلومة تفيدنا بالفسلجة. الكواديت والبوتامين هذول الاثنين لهم نفس الكونكشن، يعني يرتبطون بالسيربرال كورتكس، يرتبطون بفلان مكان، نفس الكونكشن كوبي بيست، حنقراهم بالفسلجة. وأساسا البيزال جانجليا مرتبة في الترتيب بحيث هي مثل السيستم. البيزال جانجليا شنو السيستم؟ السيستم بالبداية يستقبل شغلات، يعني الاستعلامات مال البيزال جانجليا هما الكواديت والبوتامين، استلموا معلومة. الاوتبوت مال بيزل جانجليا يطلع عن طريق الجلوبس باليدس. تمام. هسه اللنتيفورم تتكون من شغلتين، شغله تكون لاترالي اللي هي هاي حنأشرها هاي بالاخضر البوتامين، وشغله تكون مور ميديالي اللي هي الجلوبس باليدس زين. لهنا تمام. الجلوبس باليدس اللي هو هذا هم بعد بيفه تقسيمه. الجلوبس باليدس يعني باش حيصير هاي اللنتيفورم تتكون هيك، هاي اول جزء، هذا ثاني جزء، وهذا ثالث جزء. أول جزء عرفنا البوتامين، ثاني جزء هو هذا الجلوبس باليدس، بس بهالسكشن ما حيبين الانترنال والاكسترنال. الجلوبس باليدس الجزء الميديالي القريب على الثلامس، يعني اللي قريب على هاي الصفحة اسمه انترنس، جلوبس باليدس انترنس. جزء اللاترالي القريب على البوتامين اسمه جلوبس باليدس اكسترنس. تمام. تقريبا هاي الشغلات اللي نحتاجهم بالبيزل جانجليا. بعد عندنا شغلتين، شنو ذول الشغلتين بالبيزل جانجليا؟ هذا الاناتومي مالتها، يعني هذا كاناتومي، هاي الشغلات الموجوده بالبيزل جانجليا. اكو شغلتين بعد ريليتد فانكشنالي تو بيزل جانجليا، من يشتغلون ويا البيزل زين. انقطع التسجيل. اكو شغلتين ريليتد فانكشنالي للسبستانشيا نيجرا، عفوا related functionally للبيزل جانجليا، اللي هم السبستانشيا نيجرا والسبثلاميك نوكليوس. السبثلاميك نوكليوس يصيحولها body of Lewis. تمام. هسه اخذنا كم معلومة عن البيزل جانجليا، نجي نحاول نحل هذا. هسه المفروض نوخر الدروينج. هذا المأشري بالأسود، هذا بالأسود ما دا أقدر أشر يعني، بس أطخه حينحل.
بس ثاني اشوف الدروينج ممكن يشتغل على هاي، هذا بالاسود يعني هذا ما يشتغل، هنا المشكله. ابعد شيء انتيريرلي اكو في التاشيره بالاسود، هاي المفروض تكون لاترال فنتريكل، هاي هي اللاترال فنتريكل مضبوط، اشرها هو حاليا اللي بصفها جواها يعني بصف جوا اللاترال فنتريكل. هاي منو شرحناها، هاي اول جزء شرحناها بالبيزل جانجلي، هاي الكواديت، هذا الهيد مالتها والتيل مالتها هم شوي ونبين هو مأشره، التيل هياته مأشره هنا، هيات هذا التيل مأشره والهيد مالتها هم مأشره تمام. بعد بصف الكواديت من ذيك الصفحة منو هاي، هاي اللانتيفورم، بس هناش حيأشرها، حيأشرها بوتامين لوغلو بس بارد، اتصور يكتب لانتيفورم فكتبها بوتامين زين، لأنك بعد بصفها واحدة هي اللي تكون الجلوبس باليدس، هاي اللي أشرناها اللي هي مور ميديال، أكثر واحدة ميديال هاي الثلمس هاي زين. ها هي خلصوا الشغلات مع البيزل جانجلي، هو الامار اي من يجي حيجي هيج زين. هسا حنبدي بملزمة الفسلجة عفوا، ذي كانت اوفر فيو عن الوضع، بدنا نشوف شكو ماكو. فهناش كاتب انه هي تتكون من الشغلات اللي شرحناهن، وعندنا سبثالاميك نوكليوس وعندنا السبستانشيا نيجرا. بعدين ايش قايل؟ قايل هاي بالاحمر الايفرنت، يعني المعلومات اللي حتجي للبيزل جانجليا منو يستقبلهم؟ الكوربس سترايتم. الكوربس سترايتم هي تسميه تطلق على اليمن، تطلق على الكواديت والبوتامين مجتمعين. شوفوا يعني هاي الكواديت النوكليوس هذا الهيد مالتها ويا البوتامين اللي هي هاي الفاتحة، هاي البوتامين انصيحلهم عفوا جلوبس باليدس، عفوا شو انصيحلهم جلوبس باليدس، انصيحلهم كاربس ترايتم. ليش انصيحلهم كاربس ترايتم؟ لان هم بالسكشن مال الجثة يطلعون مخططين كاربس ترايتم، بينما هذا البوتامين زائد هذا الجلوبس باليدس شو نصيح لهم؟ نصيح لهم لانتيفورم نوكليوس. هاي معلومات لازم تعرفهم لان تفيدنا بالسيركتات وهذا اللي حندرسهم تمام زين. نجي هناش كاتب يعني ذول الاستعلامات الاستقبال الكواديت والبوتامين، ذول يستلمون اللي يطلع الاوتبوت الاي فرنت بالاي من هو الجلوبس باليدس تمام زين. هسا شوفوا اكو فد نقطة، هذا هيك سلايد فارغ تصورت حق تبيه وما كتبت. هسا عندنا نقطة مهمة، النيورونال كونكشنز اوف بيزل جانجليا بها فد معلومة، هذا الكواديت سيركت هو نفسه البوتامين سيركت، الكواديت اللي هي يا هي اللي هي هاي السيركت مالتها هو نفس البوتامين سيركت، يعني اثنينهم سيركتين من فصلات بس نفس الكونكشن كوبي بيست، يعني الكواديت سيركت يبدي بمن بالموتور اسوشيشن اريا اللي موجوده بالسيربرال كورتكس هنا الموتور اسوشيشن اريا، وبعد السنسري اسوشيشن اريا اللي هي موجوده بالسنسري اريا عفوا هنا يعني هنا الموتور اسوشيشن اريا والسنسري اسوشيشن اريا المفروض بهالجهه حسب ما اتذكر، هذول الجزئين اللي بالسيربرال كورتكس وين ويا من يكنكون يبدون يعني فايبرات تنزل منهم المن تروح منا ومنا تروح للكواديت بسيركت الكواديت، السيركت يعني دائرة وصلت. بعدين من هاي الكواديت نوكليوس اكو فايبرات جدد راح يطلعون ويرحون بالجلوبس باليدس اللي هو هذه، هاي الكواديت راح تكنك ويا الجلوبس باليدس، من الجلوبس باليدس راح يطلعن فايبرات وين يروحن؟ راح يروحن للفنترو لاترال نوكليوس اوف ثالاموس، احنا مو قلنا هي ثبت الثالاموس، فهاي الفايبرات اللي يطلعون هو الباثوي اللي يروح يثبت الثالاموس اللي حيتحكم بيه الجسم، ركزوا ان هم يروحون للفنترو لاترال زين. فهاي الصورة شوفوا هي الموضوع شوي حصر دوخة بس هذا السيركيت حاولوا تفهموه، انه السيربرال كورتكس تروح للكواديت، الكواديت تروح للجلوبس باليدس، الجلوبس باليدس يروح للثالاموس بهالبساطة. الثلمس وين يروحون؟ انت هذا السيركت يبدي بالسيربرال كورتكس وينتهي وين؟ بالسيربرال كورتكس. هذا السيركت وين ينتهي؟ بري موتور وبرايمري موتور ارياس، البري موتور والبرايمري موتور او البرايمري موتور تحديدا هم راح يروحون يقولون للجسم حرك ايدك بفلان جهه
يعني هذا الكورتيكو سباينال اللي درسناه ينزل من البرايمري موتور اريا وجوه، وصلت؟ فجاي تلاحظون الكونكشن. هي الفكرة شنو؟ فكرة انه الفايبرات اللي نزلوا من الموتور والسنسري جاي ينزلون الخطة السويناها مال الحركة. يعني انت من تفكر تريد تلبس القميص والنوب تلبس فوقه الرباط والنوب تلبس السترة، اش معنى ما تلبس السترة والنوب القميص وتصير هوسي؟ ليش تلبسها بطريقة مرتبة؟ بسبب وجود الكواديت سيركت، وصلت؟ اللي هو العلاقة بالكونجنتيف كونترول اوف موتور اكشنز. هذا الكواديت سيركت هو نفسه سيركت البوتامين. من حنشرح البوتامين نفس الحكي اللي حكيناه. فشوفوا بالبداية السيربرال كورتكس دز الخطة، يقول لاني هذا اللي اريد اسويه، انت شلون حتعدل؟ هو يقولها ثانية، يروح يصفط الحركة، يرتبها، يدز للثلمس. المن يدز للفنترولاترال، عاد الفنترولاترال تدز للبري موتور والبرايمري موتور، تقولهم هاي هذا اللي جاني من الجلوبوس باليدس، طبقي الحركة، وصلت؟ فهذا السيركت خلصنا. يجي وراء البوتامين سيركت كوبي بيست نفس الحكي. اول شيء يبدي الفايبرات ينزلون من الموتور اسوشيشن اريا والنوب السنسري اسوشيشن اريا، ينزلون ذولي من الجهتين، من الجزئين عفوا مال السيربرال كورتكس، يروحون للبوتامين. من راحوا للبوتامين راح يطلعون فايبرات جدد، يروحون للجلوبوس باليدس. من الجلوبوس باليدس حنروح علما للفنترولاترال نوكليوس اوف ثالامس. الفنترولاترال نوكليوس اوف ثالامس راح يطلعون منها فايبرات، يروحون للبري موتور والبرايمري موتور. هاي نهاية السيركت. دائرة تبدي من السيربرال كورتكس وتنتهي من السيربرال، بس سيربرال كورتكس، تمام؟ بعد قايل هنا اكو كونكشن لخ ما بيهم فشي. يعني اذا تلاحظون هسه نجي نسأل سؤال، خلنا نحكي موضوع يفيد. اذا هو السيركت مال الكواديت والبوتامين نفسه، زين شنو الحكمة من وجودهن اثنينهن؟ خوب هي تصير نواة واحدة وتمشي الشغل، هما نفس الكوبي بيست، دا يستلمون ويودون من نفس الاماكن الى نفس الاماكن. الحكمة من وجود الكواديت سيركت والبوتامين سيركت نشرحها هسه احسن. الرول اوف كواديت سيركت العلاقة بالكونجنتيف كنترول اوف موتور اكشنز. شنو يعني؟ يعني الشغلات اللي منا نسويهم يحتاج تفكير. يعني هنا نصمم الخطة مال الشغل، نرتبها. يعني هذا الكواديت سيركت حتجي الخطة مصممة من فوق، هو حيشارك بتعديلها وتحويل هاي الافكار الى موتور اكشن. شنو يعني؟ يقول الكواديت سيركت determines what patterns of movements will be used and in what sequence to achieve a complex goal. يعني شنو؟ يعني من نلبس واحد شيء، ايش يلبس اول شيء؟ يلبس الشيرت والنوب، يلبس النك تاي اللي هي ربطة العنق قبل لا يلبس الجاكيت. هاي التصفيطة من يرتبها؟ التصفيطة مال اللبس اللي هي عدلة وصحيحة يرتبها الكواديت سيركت، زين؟ فيعني هذا العلاقة بالحركات اللي نسويهم ونركز بيهم يعني. بينما فالدامج تو كواديت سيركت ايش حيسوي بقى؟ هو الكواديت سيركت يحول الافكار الى افعال. من يصير دامج بالكواديت سيركت؟ هاي الافكار حتبقى افكار، ما حتتحول الى افعال، او حتتحول الى افعال مو كلش زينة، يعني مو كلش دقيقة، مخربطة. مبدئيا احنا هذا حنرجع له، وهذا حنرجع له، بدنا نحكي حكي جنرال. بس بدنا نقول شنو الفائدة من وجود كواديت ومن وجود بوتامين. هاي البوتامين بالبي اللي هي هيج، بالملزمة اتصور كانت مكتوبة هيج فاني ما صحة. المهم البوتامين سيركت هذا مخزن للشغلات السب كونشس. يعني من واحد يقعد يربط حذائه، من واحد يقعد يربط حذائه مو كلش حيركز. يعني هو الربط يصير شنو؟ بالسب كونشس، يعني هي معلومة مخزنة ودا نطبقها، زين؟ او من واحد يجي يكتب اسمه او يوقع فتشي حافظي، يعني نكتبه هيك ركضة مو كلش نفكر، زين؟ فهذا السيركت اذا عطل، هسه ذاك اذا عطل
أفكار بعد ما تتحول إلى موتور أكشن. هذا إذا عطل يصير عندنا موتور أبراكسيا، يعني أنت تقدر تتحرك بس شنو؟ ما تقدر تسوي الحركات هيك الفاميليار ما تسويهن، يعني بعد ما تقدر تربط قيطانك، رغم إنه ربطة القيطان تقدر تتحرك الحركات اللي تسويها من شنو تربط القيطان، بس ما جاي تعرف تصفط ربطة القيطان، تمام؟ أو مثلا كتابة اسمك شوف بصعوبة كأنما هستوك ده تتعلم كتابة. قلت لكم هذا حكي جنرال. هسه نرجع، هسه شفنا الكونكشن، ورا الكونكشن شنو يجي عندنا بعد كونكشن؟ هذا اللي بالنهاية ما بيفه شي. البوتامين تروح للجلوبس باليداس، هاي عرفناها. الجلوبس باليداس يروح للسبثلامس اللي هو البادي اوف لويس، السبثلامس يروح للثلامس، والنوب يروح للموتور كورتكس. هيات هذا السبثلامس، فالجلوبس باليداس يطي فايبرات والنوب تروح للثلامس وتكمل بنفس السيركت، يعني هذا فشي زايد اضافه. السبستانشن نايجرا نفس القصة، البوتامين تروح للجلوبس باليداس، النوب تروح للسبستانشيا نايجرا، السبستانشيا نايجرا للثلامس للموتور كورتكس. هذول يعني واحد ما يقدر يدرخهم لو فشي. هسا انا حشوفكم فد مخطط مخططين يرتب الوضع زين. هسا مبدئيا هذول السيركتات المفروض واحد من السيركتات الكواديت او البوتامين تقعدون تحفظوه، قولوا حفظتوه، ورا ما تحفظوه البوتامين هو كوبي بيست منه. نيجي لهنا ذولي مو فتشي، هسا انا حوضحهم وراها ايش حنجي. حنجي لفد نقطة، هذا حاليا نعوفه. نيجي للنيورو ترانسميترز الموجودة بالبيزل جانجليا، هاي حشرحها على مخطط ووضح لكم شنو الدايركت باثوي وشنو الاندايركت باثوي. وراها هو ايش حيجي، هاي هم سهلين ما بيهم فتشي. النوتابلتي شوفوا سيربرال كورتكس عدها اتصال ويامن، عدها اتصال ويا البوتامين ويا الكواديت اللي هم مجتمعين اسمهم سترياتم، هياتها هاي تمام. سيربرال كورتكس من تتصل ويا سترياتم اللي هو البوتامين والكواديت شو تنزل لهم فايبرات من يا مناطق الموتور والسنسري اسوشيشن ارياز اللي هم منطقتين مختلفين تمام. زين شنو اللغه تحكي بيها النيورونز؟ النيورو ترانسميترز. هذا النيورو ترانسميترز اللي ينزل من الكورتكس للسترياتم يكون الجلوتاميت اللي هو ستيمولاتوري، يعني يسوي ستيمولايشن تمام. هذا الباثوي دي يشرح لكم النيورو ترانسميترز ودي يشرح لكم الكونكشن العامين بيناتهم، يعني بين اجزاء البيزل جانجليا. وراها الاسترياتم وين قلنا يروح؟ يروح يكنك ويامن ويا هاي نقطة واحد الموجودة بالملزمة، انه الكورتكس ويا الاسترياتم يربطهم الجلوتاميت اللي هو اكزايتاتري. بس اكو نقطة قبل ما نكمل بالملزمة، من حنقرأ أسيتايل كولين، من حنقرأ جلوتاميت، من حنقرأ نور إبينفرين أو نور أدرينالين، هذولي إكزايتاتري يحفزون. ومن حنقرأ أي شيء عدا الأسيتايل كولين بهاي الملزمة داحتي، من حنقرأ أي شيء عدا الأسيتايل كولين، أي شيء عدا النور إبينفرين، أي شيء عدا الجلوتاميت، يعني أي شيء عدا ذولي الثلاثة هيكون إنهبيتري تمام. بقتك نقطة، الإنهبيتري اللي لازم نعرف اسمه هو الجابا، لازم نعرف اسمه على مود المخططات، يعني بالملزمة هم ما مذكور عنا فشي، بس هاي المخططات على مود توضح شنو القصة، شنو الدايركت وشنو الاندايركت، شوية يصير ربط بالموضوع حتى نقدر نفتهم الباثولوجي من خلال الأمراض الموجودة بالملزمة. فنجي السيربرال كورتكس تكنك ويا الاسترياتم اللي هي الكواديت والبوتامين عن طريق منو؟ عن طريق الجلوتاميت اللي هو الإكزايتاتري. السترياتم يروح للجلوبس باليداس، بشنو يكنك ويا؟ يكنك ويا بجابا تمام؟ يعني سترياتم يفرز للجلوبس باليداس جابا تمام؟ هاي كانت ثاني نقطة. زين ثالث نقطة شو تقول؟ تقول انه السبستانشيا نايجرا تكنك ويا سترياتم انه تنطيها دوبامين، هاي ثالث نقطة. هسا حاول ارجع اوضح لكم شنو القصة، من حنفتهم الدايركت والاندايركت حتوضح هاي السالفة. بقى الاسترياتم
اللي هي رابع نقطة، سترياتهم شنو ينطي للبيزل جانجليا؟ ينطيها جابا. فمن الكورتكس تطلع، يطلع جلوتاميت يروح للسترياتهم، السترياتهم ينطي جابا المكانين، ينطي للسبستانشيا نيجرا وينطي للجلوبس باليدس. السبستانشيا نيجرا تطي دوبامين عفوا للسترياتهم، تمام؟ زين هسه راح نجي لفد نقطة. احنا الانهبيشن اللي يصير بالبيزل جانجليا شنو مصدره؟ مصدره شغلتين، هاي قواعد هسه راح نحكي حكي كلش مهم. هذا الكونكشن ويج كلاوات يعني ينفهم. القاعده شو تقول؟ تقول انه السبستانشيا نيجرا بيها منطقتين، منطقه اسمها بارس كومباكتا اللي هي هاي، هاي تفرز الدوبامين، ومنطقه اسمها بارس ريتيكولاتا اللي هي هاي، هاي اللي تفرز الجاما الجابا اللي هو انهبيتري، تمام؟ هاي السبستانشيا نيجرا. منو اللي يفرز الدوبامين للسترياتم؟ البارس كومباكتا، تمام؟ زين هاي فهمناها. هسه نخلي معلومه انه احنا عندنا بارس ريتيكولاتا تفرز جابا، بس ها هي هسه المعلومه اللي هناتها. الجلوبس باليدس، مو قلنا بي جلوبس باليدس انترنس وجلوبس باليدس اكسترنس؟ الجلوبس باليدس انترنس، الجلوبس باليدس انترنس هم يفرز جابا. الجلوبس باليدس انترنس ويا البارس ريتيكولاتا هم اللي راح يروحون منا، هذا ينزل جابا ومنا هم ينزل جابا، ويروحون يثبطون الثلمس. يعني احنا شغلنا كله وين راح يصير؟ راح يصير على ذولي، تمام؟ على البارس ريتيكولاتا والجلوبس باليدس انترنس. زين هسه بقت عندنا هنا هاي فارغة، بس قبل هاي الكورتكس من يجيها من الثلمس، يعني يجيها فد سنسوري ستيميوليشن، تجيها المعلومات السنسوري تصعد لها، تصعد لها فد ليفل، هذا الليفل تحدده البيزل جانجليا لكل حركه معينه، تمام؟ الكورتكس وين راح تودي؟ راح تنزله بالكورتيكو سباينال تراكت، للسباينال كورت وللبرين ستم، يعني تروح تطي للنوكليوسات الموجوده بالبرين ستم، وتروح تطي للانتي موتور، الانتيرير موتور نيورونز الموجوده بالسباينال كورت، تمام؟ هسه هذا المخطط حتى ما تدوخون، من راح نقرا الدايركت والاندايركت راح تفهمون شنو القصه. شوفوا احنا عندنا باثويين بالبيزل جانجليا، باثوي اسمه دايركت باثوي، وباثوي اسمه اندايركت باثوي. الباثوي اللي اسمه دايركت حتى نسوي الحركه اللي نريد نسويها، حتى نسوي الحركه اللي نريد نسويها الخطة اللي موجودة بالموتور اسوشيشن اريا والسنسوري اسوشيشن اريا تنزل من الكورتكس المن للسترياتم. شنو هو الناقل؟ الجلوتاميت. هذا الاسترياتم ايش راح يروح يسوي من يتحفز استرياتم؟ اكو فد نقطة نسيت اذكرها فوق، من يجي، خل ارجع اذكرها هنا، من يجي الجلوتاميت اذا اجى من الكورتكس للسترياتم، استرياتم الخلايا البينه هو الاسترياتم لو بوتامين لو كواديت، هذولي خلايا عصبيه متجمعين، زين هم نوكليوس، فهاي الخلايا بيناتها تتراسل بشنو؟ باسيتايل كولين، يعني الاسيتايل كولين الخلايا اللي بداخله استرياتم، الخلايا اللي بداخله تتراسل عن طريق اسيتايل كولين اللي هو هذا، من يجيها جلوتاميت، تمام؟ هاي معلومة مهمة. زين هسا نجي نكمل. من الكورتكس نزل جلوتاميت، هذا الجلوتاميت راح يخلي الأسيتايل كولين ينفرز بين الخلايا الموجودة بالسترياتم اللي هو الكواديت أو البوتامين. فالسترياتم من راح يتحفز إيش راح يسوي؟ راح يروح المن، راح يروح للبارس ريتيكولاتا، يقولها أنت تردين تطفين الثلمس، هاج هذا جابا طفت. بعد من يريد يطفي الثلمس؟ الجلوبس باليدس انترنس، انت تريدين تطفين الثلمس، تفضلي هذا جابا هم طفت. فسترياتم من تحفز عن طريق السيريبرال كورتكس، ذول المناطق اللي حكيناهم، راح طفى
بارس ريتيكولاتا والبارس كومباكتا. فالثلمس شنو بعد ما كحد يطفيها، لان ذول يطفوا كانوا يطفون الثلمس طفاهم الاسترايتم تمام. فالثلمس تروح للسيربرال كورتكس تقولها يابا هذا سنسوري ستيميليشن سوينا الحركه، فالدايركت باث واي انا مود نتحرك تمام. بغتك نقطه بالدايركت باث واي احنا نروح نطفي شغلتين البارس ريتيكولاتا والجلوبس باليدس انترنس، بس ما نطفي البارس كومباكتا اللي يفرز دوبامين للمن، يفرز دوبامين، يفرز دوبامين لهذا الاسترياتوم تمام. فالاسترياتوم راح يكون بي بداخله، فالتوازن بين الدوبامين وبين الاسيتايل كولين، هذا التوازن شوفوا ليش اقول لكم المخطط مهم، هذا التوازن من يختل والدوبامين يقل نتيجة انه البارس كومباكتا بالسبستانشيا ناجرا انضربت بمن بالديزيز اللي يصير بالبيزل غانجليا منه باركنسون ديزيز، راح يصير عندنا باركنسونزم، فراح نفتهم ليش الاعراض صارت. عموما نقطة الدوبامين مو الا كلش تركزون بها، بس رد تذكرها، هو كل شيء حيتوضح بالنهاية، بس هسه افتهمنا الدايركت شنو السيريبرال كورتكس قل له الاسترايتم يابا اكو ترى شغلات ريد نسويهم حركة، ريد نتحرك استرايتم، يقول لها سهلة دزي اندزت استرايتم شي يروح يقول منو يريد يطفي الثلمس، البارس ريتيكولاتا يقولاني يطي قابة، بارس ريتيكولاتا يتثبط، الجلوبس باليدس انترنس هم يقولاني اريد اطفي الثلمس هم ينطي قابة، فضت راحت. هو هذا الدايركت انه بعد ماكو قابة تجي من البارس ريتيكولارس والجلوبس باليدس انترنس لهاي الثلمس تمام. فالدايركت على مود نتحرك، شوفوا والله ترى المخطط هنا هو صح شوي معقد بس حاولت افصله، والمخطط هنا هسه ممكن بالفيديو تقولون انت ايش تسولف، بس المخطط هذا مطلوب شلون يعني من انا احل ام سي كيوات يقولون ان ذا دايركت باث واي ويعطونا اسئله منو موجود، اكو نقطه يذكروها بالدايركت باث واي موجوده لوبس باليدس انترنس، فاحنا نقول له ترو هي يعني نختار هالخيار. ففهم الدايركت والاندايركت ترى هو صح ما موجود بشكل مباشر بالملزمة وشارحي هيك شرح، بس هو شبه مطلوب يعني المعلومات اللي بيه مفيدة ومطلوبة زين. هذا الدايركت. هسه نجي للاندايركت باثوي، هنا نريد نمنع الحركة، فيجي الاسترايتوم شي يسوي يدز قابة للجلوبس باليدس انترنس عفوا اكسترنس، من دز الجلوبس باليدس اكسترنس اكو فد نقطة هاي السباينو السبثلاميك نوكليوس، هاي السبثلاميك نوكليوس نورمالي الجلوبس باليدس اكسترنس يدزلها قابة يثبطها زين، لان هي تحفز الجلوبس باليدس انترنس تمام، فالجلوبس باليدس اكسترنس يثبطها، من نجينا ثبطنا الجلوبس باليدس اكسترنس القابة كانت تندز راحت، فهاي تحررت السب ثلاميك نوكليوس، ايش راح تروح تسوي؟ راح تروح تدز اكزايتاتري سيجنالز المن لل جلوبس باليدس انترنس، فالجلوبس باليدس انترنس تروح تثبط الثلمس، والثلمس بعد ما تقدر تروح للكورتكس يعني تقل يعني الستيمولاتري سيجنالز يقلن، فهاي معنى انه الاندايركت تمنع الحركة والدايركت تسوي الحركة. اوكي يعرف انه هسه احد يقول المخططات الدوخ صح، والله انا من جيت افتهمهم دخت، بس حاولت اطلع منهم هيك حكايتي اللي ثلاثة على موت ما نقعد ندرخ انه الدايركت حتى نتحرك، الدايركت حتى نتحرك ما نقعد ندرخها، على موت نعرف ايش دا يصير اكزاكتلي زين. هسه نجي لفد نقطة، شوفوا هاي النيورو ترانسميترز خلصت اذا تجون تقروها، هذا المخطط كله فهمتوه حتى اذا كان مطلوب على ذولاك زين، يعني على ذولاك المخططات انفهم، هذا شرحناه ما بيفد شي. تريدون نجي هنا بعد نراجع فد نقطة، المفروض انا حاط صورة هاي البيزل غانجليا انه يعني هي بالسي تي الام ار اي حتجي هيج، ثلمس كواديت واكو لنتيفورم، الكواديت والبوتامين شي يصيحولهم؟ يصيحولهم سترايتوم،
البوتامين والجلوباس بالدس شو يصيحوا لهم؟ يصيحوا لهم لانتيفورم نوكليوس. وعندنا السبثالاميك نوكليوس، شفتوا الدور مال السبثالاميك نوكليوس شو يسوي؟ وشفت الدور مال سبستانشيا نيجرا شو يسوي؟ هذا الفيديو اذا شفتوه صعب يعني عيدوه مرتين، فيعني معلومات البي تستاهل. زين هسه ذولي خلصناهم، هذا خلصناه وهذا خلصناه، يبقى ذولي الكونكشنز. هسه احنا مو حكينا وقلنا انه البيزل جانجليا حتسوي فلان شيء وتثبط وتحفز وما اعرف شلون. البيزل جانجليا هذا الحكي كله هي ما عندها ارتباط بالسباينال كورد اصلا، يعني هي تسوي هذا كله بدون ارتباط، انما دز فايبرات عن طريق وسيط، هذا الوسيط اسمه الاكسترا بيراميدال تراكتس. هذول الاكسترا بيراميدال تراكتس موجود شرحهم بالتفصيل بمحاضرة 7، فاني بمحاضرة 7 حرجع افهمكم هذا الاستاد ان شاء الله. زين بس اتصور بهاي المحاضرة هم حنحتاجه لسبب انه بالباثولوجي اكو شغلات. شوفوا عندنا هذولي بس نريد نعرف شيء، الريتيكولار فورميشن، الريتيكولار سباينال تراكتس بيهن نوعين، نوع يجي من البونز ونوع يجي من المادلة. اللي يجي من البونز يكون اكزايتاتري، اللي يجي من المادلة يكون انهيبيتري. زين هذا موجود بمحاضرة 7. الريد نوكليوس ما عدنا عليها فتحة شي، نفصلها بمحاضرة 7. الريد نوكليوس تكون انهيبيتري، مو ما عدنا عليها فتحة شي. الفستيبولار نوكليوس تكون اكزايتاتري. تمام، شنو يعني اكزايتاتري؟ يعني تزيد الجاما، والجاما يروح يسوي هذا الفشي اللي حكيناه بمحاضرة 5 انه يصير كونتراكشن، يعني بين قوسين هذني زيدن التون. المكتوب قبالها اكزايتاتري تزيد التون، مكتوب قبالها انهيبيتري تقلل التون. تمام زين، هم ذول اللي حنحتاجهم بالباثولوجي اتصور. زين هذا السلايد ما بيفت فكرة بعد نفهم. هنا البيزل جانجليا نتيجة هذا الشغل الهواي اللي تسويه تحتاج هواي اكسجين، فاذا انقطع الاكسجين عنها قبل راح تعاني من اسكيميا او هيبوكشا. زين عندنا فشي اسمه ويلسون ديزيز. بالويلسون ديزيز اكو فد معلومة بالويلسون ديزيز، انه اول شيء هو مرض وراثي. الكبر اللي هو النحاس، هذا الكبر منو يشيله بالدم؟ بروتين. البروتين منو ينتجه؟ الليفر. زين زيادة الكبر عندنا اذا زاد اكثر من حده بالبلازما راح يسبب انتوكسيفيكيشن، اسمه كبر انتوكسيفيكيشن. زين فاكو فد مرض وراثي اسمه ويلسون ديزيز. بالويلسون ديزيز الليفر بعد ما ينتج هذا البروتين اللي يشيل الكبر، فالكبر راح يتجمع بالدم. من يتجمع بالدم راح يروح الخلايا الليفر يؤذيهم يضربهم، ويروح للانتيفورم نوكليوس يضربها. وصلت هي هاي الحكاية اللي مكتوبة بالملزمة، كاتبين سلايد كلش حكي كلش هواي على مود هاي الحكاية. هاي ثانية يقول هاي ability to constrict cover. زين تسوي له constriction، فالإكسس كبر بالبلازما وين يرتبط؟ يرتبط ببروتين ينصنع بالليفر، هذا البروتين اسمه سيرولو بلازمين. زين حد ما هذا الكبر الزايد ينطرح بالبايل. اكو مرض اسمه ويلسون ديزيز يكون اوتوسومال ريسيسيف. زين بهذا الاوتوسومال ريسيسيف ديزيز اللي هو الويلسون ديزيز يصير فيلير بهذا بتكوين هذا البروتين بالليفر، فما نقدر نطرح الكبر الزايد بالبايل، فالسيرم كبر ايش راح يصير به؟ يعلق يصير هواي. زين فهذا يؤدي الى الكبر انتوكسيفيكيشن. الكميات الكبيرة من الكبر وين راح تروح؟ للهيباتيك سيلز
وللانتفار نوكليوس. فش راح يسوي؟ lead finally to hepatolenticular degeneration، يعني يضرب الهيباتيك سايتس الهيباتوسايتس يسويها degeneration، واللانتفار نوكليوس هم يسوي لها degeneration. هاي النقطة مفهومة. زين، ثالث نقطة شنو عندنا بالإنفانت؟ هسه هاي هم نحتاج لها في الدقيقة. أكو فتشي اسمه بيليروبين. هذا مين يجي البيليروبين؟ من البيليرفدين. زين، البيليرفدين مين يجي؟ من الديد ريد بلاد سيلز، مو صح؟ الديد بلاد ريد بلاد سيلز مين تجي؟ تيجي من الإريثرو بلاست. أكو مرض اسمه إريثرو بلاستس فيتاليس، يعني زيادة الإريثرو بلاست في دم الأطفال. هذه الترجمة الحرفية لهالمرض، هو يوصف نفسه. طبعا الإريثرو بلاست همينة ممكن تكون شنو؟ بالإرفدين. من يزداد الإريثرو بلاست بدم الطفل، هذا الإرثروبلاست عمره مو 120 يوم نفس الريد بلاد سيلز، ذول يموتون. فمن يموتون راح ينتجون هواي بيليرفدين. البيليرفدين راح يتحول الى بيليروبين. البيليروبين لهواي بالطفل يروح يسوي فشي اسمه كرنكتشرز، اللي هو بصفار. زين، هذا البيليروبين لهواي يروح يتجمع بأماكن، منها البيزل جانجليا. هاي إذا تلاحظوها هذا لونه أصفر، من يصير أبو صفار أكثر، مو أبو صفار العادي هذا اللي يصير بال يعني بالعراق اللي يصير بالجهالة والماين والدون، لا، أبو صفار نتيجة باثولوجي. فهسه من نقرأ بالأطفال اللي يعانون من إريثرو بلاستوسيس فيتاليس result in uncontrolled cases in deposition of bile pigment، يعني البيليروبين in basal ganglia، ويصير عندهم شنو؟ connectures. زين، هذا تم بعد. زين، هسه احنا عرفنا انه اكو منطقة بالسيربرال كورتكس او منطقتين يسوون سيركت ويل كواديت ويسوون سيركت ويل بوتامين، سيركتات منفصلة. زين، شنو الحكمة من انه اكو سيركتات منفصلة؟ حنعرفها بنقطة اثنين من وظائف البيزل جانجليا. اول وظيفة من وظائف البيزل جانجليا، طبعا البيزل جانجليا بيورلي موتور، يعني شغلها كله على الموتور. زائد اكو نقطة انه البيزل جانجليا انهبيتري، دائما تكون انهبيتري. هذا الانهبيشن لو يزيد لو يقل، تمام؟ فشنو وظيفتها؟ اول شيء تسيطر على المسل تون. شلون؟ هسه هنا لازم نحكي فد شغلة. السيربرال كورتكس هي اللي تفكر وتريد تسوي الحركة، البيزال جانجليا تسوي فد تعديلات على هاي الحركة. زين، نو بتروح عن طريق الثلمس تقول للسيربرال كورتكس شكو ماكو. زين، البيزال جانجليا على الرغم من انه هي ترتب الحركة ترتب التون، بس مدز ما لها علاقة بالسباينال كورد اللي هو يم التون اصلا. هو شنو التون؟ شوفوا، احنا عندنا هاي شوي يحتاج له شرح. احنا عندنا ماسل سباندل، يعني هسه هاي عضلة، فرضا هاي البايسبس، والبايسبس شنو بيها؟ بيها اكسترا فيوزال ماسل فايبرز وبيها انترا فيوزال ماسل فايبرز. هذا الانترا فيوزال ماسل فايبرز هياتهم، هذا هو المسل سبندل. زين، المسل سبندل هو ريسبتر موجود بالسكليتال مسل بي انترافيوزال مسل فايبرز. احنا عندنا نوعين من الخلايا العصبية اللي مسؤولة عن الحركة بالسباينال كورد، نوع اسمه الفا ونوع اسمه جاما. زين، فالنوع الاسمه الفا يغذي الاكسترافيوزال، النوع الاسمه جاما يغذي الاكسترافيوزال، عفوا النوع الاسمه الفا يغذي الاكسترافيوزال، النوع الاسمه جاما يغذي الانترافيوزال. هاي المفروض تعرفوها من محاضره 5. زين، هذا المسل سبندل
بي جزئين، جزء بالنص اللي هو هذا اللي ما يسوي كونتراكشن، وجزء بالطرف اللي هو هذا الجزء اللي بالطرف يسوي كونتراكشن. تمام زين، الجزء اللي بالنص يفتر داير ما دايره فايبر على مود يتحسس التغير بطول العضلة. هذا الفايبر وين يروح؟ يروح للسباينال كورد. تمام، من يروح للسباينال كورد يسوي سينابس ويامن، يعني يجيب المعلومات من المسل سبندل، يسوي سينابس ويامن ويا الالفا موتور نيورون. هاي الالفا موتور نيورون يطلع منها فايبر، يروح للالفا، هو هذا التكملة مالته، الالفا فايبر يروح يغذي الاكسترا فيوزال مسل فايبر. فهذا اذا كان اكزايتيشن، اللي هو اكزايتيشن يعني منتج المعلومات تجي اكزايتري، يحفز الالفا موتور نيورون وبالتالي تدز الفايبر مالتها يروح لهاي الاكسترا فيوزال مسل فايبر يسوي كونتراكشن. تمام زين، يعني انه هذا الجاما اذا زادت الجاما نسويها بالتسلسل ايش حيصير؟ اول شيء يزداد الكونتراكشن بالنهايات مال اكسترا مال انترا فيوزال مسل فايبر. تمام، من يزداد الكونتراكشن بالنهايات الجزء الوسط راح يزداد الاكزايتيشن بالمسل سبندل، اكزايتيشن ان ذا مسل سبندل. من زاد الاكزايتيشن بالمسل سبندل راح تندز رساله بالاي فرنت اللي هو هذا الافرنت، الاي فرنت تندز رساله للالفا، وراها الالفا هم راح يصير لها اكزايتيشن فتندز رساله عن طريق الفايبر مال الالفا للاكسترا فيوزال مسل فايبرز ويصير كونتراكشن. حلو، يعني الشغل كله على الجاما، زاد الجاما زاد الكونتراكشن، قل الجاما قل الكونتراكشن. هسه هاي وصلت زين، نجي هاي الجاما تاثر عليه هاير سنترز. تمام، هاي الهاير سنترز شنو عندنا؟ هاير سنترز مثل من احنا الهاير سنترز مذكورين وين؟ الهاير سنترز اللي اثرون على الجاما مذكورين بهذا السلايد. هسه صار لازم شويه نحكي في الحكايتين على الاكسترا بيراميدال تراكتس. هذيك الحكايه اللي حكيناها عن شلون جاي ياثر الجاما على الكونتراكشن، خلوها كفكره ببالكم. نجي البيزل جانجليا فوق وما عندها اتصال بالسباينال كورد، لازم اكو شيء يربط هاي القصه اللي حكيناها هنا بالقصه اللي حكيناها بالبيزل جانجليا. شنو هذا الفتشي اللي يربط هاي القصتين؟ هذا الفتشي اسمه اكسترا بيراميدال تراكتس. ذولي الاكسترا بيراميدال تراكتس التراكات جايين منين؟ جايين من نوكليسات بالبرينستيم وجماعته. زين، هذول النوكليسات بالبرينستيم تغذيهم البيزل جانجليا. وصلت؟ فهسه مثلا اول وحده الريتيكولار فورميشن تجي ترسم، هذا منو؟ هذا البونز وهاي المادلة، واللي جوا شكو اكو سباينال كورد. السباينال كورد شنو بي؟ انا اقول نكبر السباينال كورد، يعني اعتبروا هذا السباينال كورد حنرسمه شويه مكبر على مود نخلي القصه كلها بمكان واحد. زين، هذا السباينال كورد بي ذني سنسري، تمام، وبي ذولي موتور، تمام، وبي سنترال كانيل، صح. زين، وشنو بي؟ بي جاما وبي الفا. زين، هسه نجي هذا بونز وهاي مادلة وفوق اكو ميد برين. تمام، هسه نجي مثلا الريتيكولار فورميشن تمتد منها من جوا، يعني من نهاية الميد برين وتنزل لحد بداية السباينال كورد. هاي الريتيكولار فورميشن هي يعني مجموعة من الفايبرات والنوكليسات المطشرة اللي نلقاها بالتجمنتم مال نهاية الميد برين والبونز والمادلة. هاي الريتيكولار فورميشن تدز فايبرات للسباينال كورد اللي جوا، يعني يطلعون منها فايبرات، يطلع من الجزء بالبونز يروح للسباينال كورد، ويطلع من الجزء بالمادلة يروح للسباينال كورد. اللي طلع من الجزء بالبونز يكونون اكزايتاتري، يعني يحفزون جاما. من تتحفز جاما راح يروح المن؟ راح يروح للمسل سبندل اللي هو بي شنو؟ هذا المسل سبندل، هذا الجزء الوسط حنظلله اللي هو ما يسوي كونتراكشن. جاما تروح تغذي النهايات مال من؟
تغذي النهايات مال الانترافيوزال فايبرز، فيصير كونتراكشن، فيصير اكزايتيشن بالمسل سبندل. عاد المسل سبندل شي يسوي؟ يدز رسالة زين المن، يدز رسالة لهاي الالفا يسوي لها اكزايتيشن. عاد هاي الالفا شي تسوي؟ تدز الفايبر مالتها يروح يغذي العضلة ككل، الاكسترا فيوزل فايبرز مال العضلة تغذيهم الفا، فيصير كونتراكشن. وصلت؟ يعني البونز دز رسالته للجاما، الجاما زيد الدسشارج، وهكذا. هاي صارت مفهومة. بعد شنو عندنا؟ الجزء الاخ من الريتيكولار فورميشن هو موجود بالمدلة، هذا يكون انهبيتري، يقلل الجاما دسشارج، تمام. الريد نوكلياس همين شي يكون انهبيتري، الفيستيبولار نوكلياس تكون اكزايتاتري، زين، وهكذا. فهذولي تراكتات اساسا، يعني اساسا هسه هاي مثلا المدلة راح تقول شنو دور البيزل جانجليا. بقى المدلة تجيها انبوت من البيزل جانجليا، تكون انهبيتري هاي الانبوت، فتخلي المدلري بارت اوف ذا ريتيكولار فورميشن انهبيتري، فينزل انهبيشن المن للجاما، فيقلل التون. من يزيد جاما يزداد التون، من يقل جاما يقل التون. هسه وصلت؟ زين، هاي القصة فهمناها. فهذولي اللي حكيناهم، ذول اللي حكيناهم التراكتات بيهم نوكليسات يطلع منهم فايبر. هاي النوكليسات يأثر عليهم الكواديت ويأثر عليهم اللنتيفور. الكواديت نوكليس استيميليت مسل تون، يزيد المسل تون عن طريق منو؟ عن طريق الفستيبولار نوكليس، يعني الفستيبولار نوكليس اكزايتاتري، وانفيريور اوليف، الانفيريور اوليف اكزايتاتري، ان فاسيليتاتري ريتيكولار فورميشن، يعني اللي موجوده بالبونز يصح لها فاسيليتاتري، الموجوده بالمدلة يصح لها انهبيتري. زين، هذا الكواديت، يعني الكواديت فستيبولار وانفيريور اوليف والجزء العلوي من الريتيكولار فورميشن، يعني هذا يغذي الكواديت يعطي اكزايتاتري، زين، يسوي اكزايتيشن. بعد ذكر الفستيبولار، هذا هم كواديت اكزايتاتري، زين. وبعد منه الانفيريور اوليف هم اكزايتاتري وهم من الكواديت. وصلت؟ يعني الكواديت تعطي اكزايتاتري للجزء الابر مال الريتيكولار فورميشن، الجزء الموجود بالبونز. الجزء الموجود بالبونز ينزل فايبرات اللي اسمهم ريتيكولو سباينال تراكت، ينزله يزيد التون بال العضلة عن طريق السباينال كورتي. هاي القصة كلها بس شوية معقدة، لازم تتصفط يعني، تمام. فالكواديت شنو تؤدي إلى كونتراكشن. هسه صار عندنا الكواديت، أول شيء هي كواديت اسمها، ثاني شيء شكلها مثل حرف اسمها، يعني مثل حرف سي، ثالث شيء سبب لنا كونتراكشن، هاي صار كم سي؟ ثلاثة. رابع شيء إذا انضربت الكواديت يصير عندنا كوريا، مرض اسمه كوريا حنشرحه. فصار عندنا كم سي على الكواديت؟ أربعة. هي اسمها كواديت، شكلها حرف سي، تسبب لنا الكونتراكشن يعني تزيد المسل تون. إذا انضربت هي تزيد المسل تون، إذا انضربت شي يصير عندنا مرض كوريا. هذا الكوريا يتميز إنه زاد زيادة بالمسل تون لو قلة قلة، لأن انضربت الكواديت. وصلت؟ زين، هسه نيجي نقرأ بعد شنو يقول. يقول اللنتيفورم نوكليوس inhibits the muscle tone through inhibition of the primary motor cortex. هاي نقطة مهمة، انه اللنتيفورم تصعد للبرايمري موتور كورتكس اللي تنزل الاكسترا، اللي تنزل البيراميدال تراكت اللي هو كورتيكو سباينال تراكت، تروح تسوي لها inhibition. هاي واحد. اثنين، تسوي stimulation، يعني باعوا اللنتيفورم تسوي inhibition و stimulation. inhibition للشغلة كانت تسوي موتور اكشن اللي هي برايمري موتور كورتكس، تنزل فايبرات البرايمري موتور كورتكس للسباينال كورد فيصير موتور اكشن. هاي اللنتيفورم تروح تسوي لها انهبيشن، زائد تسوي ستيميليشن للانهبيتري ريتيكولار فورميشن اللي هي بالمادلة وللريد نوكليوس اوف ذا برين ستيم. فالنقطة انه اللنتيفورم انهبيتري. وصلت؟ هسه المن تروح اللنتيفورم، تروح للريد نوكليوس اللي تكون انهبيتري، هاي اللنتيفورم تغذيها. بعد تروح للتكتم مال سباين مال ميد براين، هاي هم اللانتيفورم. وبعد الريتيكولار فورميشن بها جزئين، مادلري
وبونز. البونز قلنا تروح لها الكوادية، المادلري اللي تكون انهبيتري تروح لها الانتيفورم. هيك صفط المعلومات سوا صاروا بسلايد واحد، حتجي ترتب السالفة. شو تقول هسه القصة كلها صارت واضحة؟ راح أعيدها. احنا عندنا بيزل جانجليا، زين هاي البيزل جانجليا ما تكنك ويل سباينال كورد مباشرة، انما الدز البيزل جانجليا شنو بيها؟ حنرسم هسه كل شيء. البيزل جانجليا بيها هاي الكوادية اللي هي بين الهيد مالتها، وعندنا هنا ثلمس تمام، وعندنا الانترنال كابسول زين، وعندنا هنا اللنتيفورم نوكليوس. نرسمها هيك بشكل مخربط مو الا دقيقه، يعني بوتامين وجلوبس باليدس زين، وعندنا فوق كورتكس. اول شيء هاي البيزل جانجليا تروح تثبط الثلمس اللي هي هاي، على مود الثلمس على مود نثبط حركات مريدهم. الثلمس تكنك ويا السيربرال كورتكس تمام، على مود تودي السنسوري ستيميليشن للسيربرال كورتكس وينتج عن السنسوري ستيميليشن رد فعل موتور زين. هسه نجي النقطة، اكو جوه هسه احنا ذولي هاير سنترز، اكو جوه فتشي صغير برين ستيم، مو هاير سنتر هذا على قد حاله. البرين ستيم بي شنو؟ بي بونز وبي مادلا وبي ميد برين زين تمام. هسه بالبونز وبالمادلا اكو فتشي اسمه ريتيكولار فورميشن، هاي هي لملوم مع الشغلات تراكتات على فايبرات وتصير فت ستراكتشر. هذا بجزء البونز يكون اكزايتاتري وبجزء بالمادلا يكون انهبيتري تمام. وعندنا بعد شنو؟ عندنا فتشي اسمه ريد نوكليوس. الريد نوكليوس موجودة بالأبر بارت اوف ذا بونز، يعني ان ذا سكشن راح تبين بليفل السوبيريور كوليكولاس تمام. زين عندنا فيستيبولار نوكليوس، وين موجوده هاي الفيستيبولار نوكليوس؟ موجوده هنا بالجانكشن بين المادلا وبين اياتها، هاي بالجانكشن بين المادلا وبين البونز. حلو، نجي بعد ننزل عندنا انفيريور اوليف. انفيريور اوليف موجوده هنا بالمادلا بنهايتها، وعندنا بعد تكتم اوف ميد برين، هذا موجود بالميد برين، أذني اللي وراء سحولة تكتم يعني البوستيرير لي مال ميد برين. حلو زين، هسه راح نجي عندنا هنا هاي كواديت وهاي الانتيفورم. الكواديت تكون اكزايتاتري المن الديز اكزايتيشن للبونز الريتيكولار فورميشن مال البونز زين، والديز اكزايتيشن للفيستيبولار نوكليوس تمام، والديز اكزايتيشن للانفيريور اوليف زين. الانهبيشن منو؟ الانهبيشن حنسوي بالاحمر. الانهبيشن بهذا اللانتيفورم، هاي هي اللانتيفورم. اللانتيفورم تصعد للكورتكس اساسا تطفي الحركه من الرئيسي زين، تروح للبرايمري موتور اريا الموجوده بالكورتكس. هاي البرايمري موتور اريا من عندها ينزلون الكورتيكوسباينال تراكت المسؤولين عن الحركه، وصلت؟ بعدين تروح شو تسوي؟ تروح تحفز هذا الجزء الانهبيتري من الريتيكولار فورميشن الموجود بالمادلا زين. وبعد ايش عندنا؟ انهبيتري الريد نوكليوس اللي هي هاي، همينه تروح نفس القصه تحفزها. هسه كملت السالفه. بعد اكو شغله التكتم مال ميد برين همين يكون انهبيتري، هم تروح تحفز، يعني تحفز شغلتين بالميد برين. بعدين ذولي الفايبرات ينزلون، اكو فايبر اسمه ريتيكولار فورميشن ريتيكولار سباينال تراكت، اكو تراكت اسمه روبرو سباينال، حسب من كل نوكليس ينزل فايبر. ذولي الفايبرات الاكزايتاتري منهم يزيد التون والانهبيتري يقلل التون، هاي كل القصه. هسه بملزمه 7 راح نفصل ذولي الفايبرات الباثوي مالتهم هاي، وان شاء الله هم راح اعيد هاي القصه اللي حكيتها زين. هسه هنا صارت واضحه، فاذا صارت مشكله بالكواديت، اذا صارت مشكله بالكواديت اللي هي شكلها نفس اسمها، راح يقل او يزداد التون؟ يقل. المشكله بالكواديت اسمها كوريا زين. اذا صارت مشكله بالبوتامين راح يقل او يزداد التون؟ راح يزداد، لان البوتامين انهبيتري، والديزيز اللي بالبوتامين راح نقرأ من نوصل له، يعني ما بيربط مو نفس الحرف وهاي نفس فكرة الكواديت زين.
هسه راح نجي نكمل. The inhibitory influence of basal ganglia on muscle tone is stronger than the excitatory. فإحنا بالحالة النورمال نكون شنو ستيبل بسبب هذا الانهبيتري اللي يجي الانهبيشن اللي يجي من البيزال غانغليا اللي يقلل المسل تون. زين هسه رول ان كنترولينج فولنتري موفمنت ذاك كان المسل تون هي تنظمه. الفولنتري موفمنت مالتنا هاي حكيناها. البيزال غانغليا والكورتيكال ارياز انكلودد ان ذا بوتامين اند كواديت سيركتس functions in association for control of skilled voluntary coordinated organized and purposeful يعني ذات غرض معين زين ادها purpose. فشنو الرول مال الكواديت؟ الكواديت تحول الافكار الى حركه فاذا انضربت الافكار راح تبقى افكار ما راح تصير حركه. فالكواديت سيركت هاي حكيناها شنو تسوي بالضبط وراها اذا صار دامج للكواديت سيركت inability to organize movements to achieve a complex goal يعني واحد بالبداية يلبس النكتاي اللي هي ربطة العنق قبل لا يلبس القميص مثلا. بعد شنو جاي يذكر أمثلة إذا انضرب السيركت مال الكواديت. inability to write or draw figures with a fixed scale يعني أكو هنا هسه هذا الشخص دا يرسم رسم هاي الجهة هاي الجهة مال الشخص يا جهة تعتبر الجهة هسا هذا يسار الشخص بده يرسم وهذا يمين الشخص يعني الشخص هو انت زين. فده يرسم هاي الجهة اليسرى مضبوط ما بيها شيء وده يرسم الجهة اليمنى بيها مشكلة يعني عنده مشكلة بوحدة من البيزل غانغليا الكواديت سيركت مال وحدة من البيزل غانغليا. خلنا نقرأ. فهنا اذا شخص ده يرسم وجه انسان هذا هو وجه الانسان يرسم الليفت سايد مالته هذا الليفت سايد مال الفيس which is in the right field of vision لأن تعرفون الرؤية معكوسة يعني هاي الجهة الليفت تروح للدماغ رايت والجهة الرايت تروح للدماغ ليفت زين. to much smaller scale than the right side يعني عنده مشكلة وين عنده مشكلة برسم الرايت سايد. ف إذا صارت مشكلة بالكواديت سيركت عفوا هنا عنده مشكلة بالليفت مو بالرايت المشكلة راح تطلع شنو كونترالاترال لو ابسيلاترال كونترالاترال زين. رول اوف بوتامين البوتامين هو مثل المخزن مال الحركات اللي نعرفهن نشيط قيطاننا احنا مرة واحدة نتعلم واحنا صغار وراها تصير شغلة يعني كمان انه هاي يلا شد قيطانة وطلع او دا يوقع هاي خلاص مثلا دا يسجل حضور وقع مو فتشي مو بقديل يصير بالسب كونشوس بينما من دا تحلي الاسئلة لا هنا تركز مو مثل من دا تكتب اسمك زين. اذا انضربت عندنا البوتامين يصير فتشي موتو اسمه موتور ابراكسيا اللي هو انه الشخص كان يسوي حركات مثلا يقدر يربط قيطاني بس من صار قده ضربة بالبوتامين سيركت بعد ما يقدر يربط قيطانه رغم انه هو يقدر يسوي الحركات اللي تؤدي الى ربط القيطان بس شنو ما يقدر لان البوتامين انضرب يعني هاي ما بيها باراليسيس absence of paralysis ما تنشل العضلة تتحرك بس الحركات ما بيها معنى موتور ابراكسيا. هسه الليجنز اللي تصير بالبيزل غانغليا ذولي مهمين. أول شيء الليجنز اللي تصير بالبيزل غانغليا وين يصيرون؟ دائما يصيرون بالكونترالاترال سايد زين بسبب الديكاسيشن. هاي صارت فكرة كمان يعني هو انحجت بالاناتومي وبالفاسلجة زين. هسه احنا اكو نقطة الليجن بالبيزل غانغليا تصير involuntary movements during rest حركات مو احنا نريد نسويها involuntary ودائما تصير خلال الريست. هاي نقطة مهمة يعني كل الحركات اللي راح ندرسهم المشاكل اللي تصير بالبيزل غانغليا تصير during rest من الكوريا للأثنتوسز اللي هو الليجن بالبوتامين للهيميبلاسماس لحد الباركنسونيزم تصير during rest تمام. هاي الموفمنتس
are in the form of chorea, acanthosis, and hemiplasmas, depending on the side of the lesion. إذا الليجن صار بالكواديت منو يصير كوريا، إذا الليجن بالبوتامين منو يصير أثنتوسس، إذا الليجن بالسبثلاميك نوكليوس منو يصير هيميبلاسماس، زين؟ وإذا الليجن بالسبستانشيا نيغرا منو يصير باركنسون ديزيز. هما ذول الأربعة اللي عندنا. These movements disappear during sleep but increase with nervous excitement and tension. And they do to interruption of negative feedback loop of basal ganglia. يعني البيزال جانجليا كانت قبل الدز negative feedback هسه انضرب. فراح تصير حركات لا إرادية كانت تثبطهم البيزال جانجليا. أي جزء ينضرب راح يصير عندنا symptoms specific لهذا الجزء. Change in muscle tone depending on the site of lesion. الكوادية تكون excitatory فمن تنضرب راح يصير عندنا hypotonia. البوتامين تكون inhibitory راح من تنضرب شي يصير عندنا؟ يصير عندنا هايبرتونيا أو هكذا. هسا الديزيزز اللي يصيرون نتيجة ليجن بالبيزال جانجليا as follow. أول شيء الكوريا. الكوريا يعني دانس، إنه الواحد يقوم يسوي حركات هيك مثل كأنما ديرقص. الكوريا دا يوصفها involuntary rabbit purposeless، يعني غير ذات فائدة أو غير ذات هدف، حركات بلا هدف. زين during rest هنا كلها نصران during rest يصير بيها hypotonia نتيجة loss of aquatic circuit. زين أنواع الكوريا عندنا ثلاث أنواع. أكو كوريا تصير بالحمل اسمها كوريا gravidarum، هاي نقطة ثلاثة، هاي ما بها أي معلومة بس اسمها كوريا gravidarum، فمن نقرأ اسمها يعني هي تصير خلال الحمل أو تصير نتيجة contraceptive pills. زين هاي خلصت. نرجع لنوعين عندنا بعد، عندنا سيدنام كوريا. سيدنام كوريا تصير باليونج تشيلدرن، بينما الهانتينغن كوريا تصير بالكبار 40 و50، يعني 40 50 60 يعني هي على اغلب 50. المهم انه الهانتينغن كوريا يصير بالكبار، سيدنام كوريا يصير بالصغار. السيدنام كوريا نتيجه شنو؟ هي كومبليكيشن من روماتيك فيفر. روماتيك فيفر هو اوتو اميوني ديزيز، فالأوتو أميون ديزيز يصير بالميل لو بالفيميل أكثر بالفيميل، فالروماتيك فيفر أكثر بالفيميل، فنتيجة لذلك الكومبليكيشن مالتها اللي هي سيدنام كوريا أكثر بالفيميلز. تمام، نجي للهانتينغن كوريا يصير بالكبار fourth decade of life، يعني مو بالصغار، وهذا شنو؟ hereditary disease، ينورث هذا المرض. وبعد يصير ديمنشا وبلوك اوف ماتش اوف ثينكينج بروسس زائد هانتينغن كوريا. هاي الشكل ان الكوريا حركات ما بها معنى، خلصت الكوريا. نجي للاثنتوسس. الاثنتوسس غالبا تاثر على اليمن، تاثر على الديستال بارت اوف ذا لمب، بينما الهيميبلاسماس تاثر على البروكسيمال بارت، هاي موجوده بالاناتومي. فالأثنتوسس يصير نتيجة ليجن بالبوتامين، فراح يصير بيها هايبرتونيا لو هايبوتونيا. هايبرتونيا لأن البوتامين انهبتري وراح الانهبشن فصار عندنا هايبرتونيا، فهي هم انفولنتري كلهن انفولنتري. زين هايبرتونيا يعني صار عندنا سبازم، زين وسلو بطيئة، وش وقت تصير ديورينج ريست، هاي يعني شغلات تنطبق عليهن كلهن. عاد هنا راح يوصف شلون تصير هاي الحركة، فيعني انتقروها ما بيها شيء، هاي الصور يمكم تصير مثلا بالفيس او one or more limbs، وخصوصا تصير بالهانتس يعني بالدستل بارت اوف ذا limb، يصحوا لها موبل او موبايل سبازم. زين هاي خلصت. يجي وراها الهيميبلاسماس. الهيميبلاسماس ليجن بالسبثلاميك نوكليوس. زين هاي السبثلاميك نوكليوس من يصير بها ليجن هم يصير سادن انفولنتري سترونج سبازم، همين يصير موفمنت انفولف وان لم اور جزء كامل من الجسم، يعني لو مثلا هاي الايد اليمنى، هاي الايد المفروض يمنى صح، الايد مال هاي البيشنت يمنى تمام، او الجزء الايمن كله يصير مشمول بهاي المشكله. زين يعني مثلا واحد دا يمشي وصار عنده سترونج سبازم برجله، فهذا يعثر يعني يوقع
هاي المثال هو الذاكرة, انه might occur in one leg during walking leading to stumbling of the body, يعني يتعثر الجسم. هسه نيجي للباركنسون. الباركنسون ما بيفتشي, الباركنسون طبعا رابع شيء, رابع ليجن يصير بالبيزل جانجليا. هذا وين يصير؟ يصير بالسبستانشيا نايجرا. هسه هنا عندنا نقطة, انه احنا مو قلنا انه اكو دوبامين واكو اسيتايل كولين, هذول بيناتهم توازن, الدوبامين والاسيتايل كولين اكزايتاتري وانهبيتري وتوازن ويطلع عندنا الحركة, يعني انت ايدك ما ترجف لان اكو توازن بالبيزل جانجليا تحديدا بالسترياتوم بين الدوبامين وبين الاسيتايل كولين. فمن يختل هذا التوازن؟ شنو مصدر الدوبامين بالبيزل جانجليا؟ السبستانشيا نايجرا. من تنضرب السبستانشيا نايجرا راح يقل هذا الدوبامين او ينقطع. من ينقطع الدوبامين راح يصير منه, راح يصير الاسيتايل كولين هو الدومينانت, فراح تصير عندنا الاعراض مال باركنسون انه ترمر, الترمر اترست, قلنا انه الاعراض يصيرون اترست سواء كانت باركنسون او هيميبلاسمس او اثنتوسس او كوريا, زين, ويروحون ديورينج سليب, يعني من المريض ينام ما يصير عنده الاعراض, زين. هذا الاسيتايل كولين من يصير هو الدومينانت وماكو دوبامين نتيجة انه سبستانشيا نايجرا ضربت, راح يصير عندنا واحد ترمر, اثنين رجيليتي, العضلة تخشب, راح نوصف ان واحدة واحدة اكينيجيا, وبعد هذا العلاج. هسه راح نرجع لفكرة الدوبامين والاسيتايل كولين فد شوية, بس خلنا نقرأ هسه حاليا. الليجن يصير بالسبستانشيا نايجرا, يصير degeneration of the dopaminergic neurons that project to carbostriatum. بهاي الحالة يصير امبالانس بين من وبين من, بين الدوبامين وبين الأسيتايل كولين بالكاربوسترياتم. شنو مصدر الأسيتايل كولين بالكاربوسترياتم؟ سيربرال كورتكس, مو ذكرنا انه تجي اشتطي للسترياتم تطي جلوتاميت, فمن تطي جلوتاميت الخلايا اللي بالسترياتم راح تبدي تفرز بيناتها أسيتايل كولين ويجيها دوبامين من برا من السبستانشيا نايجرا, فصير عندنا توازن بالحالة الطبيعية, اكو توازن بين ذول الاثنين, بس هسه ما راح التوازن, فراح يصير عندنا 3 فيتشرز كاركترايز باركنسونزم: ترمر, اترست, ريجيدتي و اكينيشيا, يعني المريض ما يقدر يتحرك. هسه نيجي للترمر. الترمر يكون انفولنتري, ريثميك, اوسيليتنج, زين. الهرتزية مالته أجقد 4 إلى 8, يعني 4 إلى 8 رجفات بالثانية, ده يوصف, زين. At hands يصيرون, it usually takes the form of bell rolling movement. هاي البيل رولينج موفمنت يعني صراحة شفت لها فيديو, أول شيء كتبوها باليوتيوب, كتبوا بيل رولينج موفمنت, راح يشوفكم أبو الباركنسون شون كأنما, شلون اوصف لكم اياها, كانما دا يسبح بس ما بيده سبحه, او دا يحسب فلوس بتاكيد او هيك شيء, يعني ما اعرف اوصفها, فتفعل اقرب من انه تقريبا دا يسبح وما بيده سبحه, يسبح بتاكيد, يعني شايفين من واحد ينزل ذن الخرز ما السبحه, هو نفس الفكره هيك تصير شكلها, فانتوا شوفوها هم باليوتيوب. بعد المسلز اوف ماستيكيشن يسوون مانديبولار ترامر, يعني هذا يقوم يرجف. طبعا محمد علي كلاي الملاكم صار بباركنسونزم, فهم كل باركنسونزم يحطون صوره بكل الملازم شفتهم, زين. الترمر يصير in the waking time during rest ويروح لما نتحرك. هذا الترمر اللي يصير at rest ويروح لما نتحرك هو موجود بالباركنسونزم, دير بالكم على هالنقطة, لأن الترمر اللي يصير لما نريد نتحرك, ركزوا, أكو ترمر يصير لما نتحرك, هذا يصير بالسيريبيلم, المشاكل اللي تصير بالسيريبيلم تنتج لنا ترمر يصير لما نسوي حركة, ومن احنا قاعدين كل شيء ما نسوي ماكو ترمر, هاي بالسيريبيلم. بالباركنسونزم الترمر يصير واحنا قاعدين ما جاي نتحرك, ومن نتحرك يروح ماكو ترمر, زين. هذا السبب اسمه ستاتيك ترمر, عن ترمر اللي يصير اترست هو هذا الستاتيك ترمر. الريجيديتي شنو الفكرة؟ هذا الريجيديتي اللي عند المريض يصير عنده ريجيديتي بالفلكسر بارت وبالإكستنسر بارت, يعني هاي الفلكسر بارت البايسبس والإكستنسر اثنين هم يصيرون مخشبين, فنتيجة لذلك الإيد تشلب, يعني الإيد
اكو منا rigidity، اكو منا spasticity يعني التون عالي، واكو منا spasticity تون عالي، فالايد ما تقدر تتحرك تصفحتين الجرف فتبقى هيك عدله زين، فيصير عندنا اكينيجيا. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه rigidity تصير both flexor و extensor muscles، يعني هما الفلكسر والاكستنسر اكو في التوازن بيناتهم على مود تصير الحركه. الفلكشن الفلكسرات هي راح تسويها، الاكستنشن الاكستنسرات هي راح تسويها، من اثنينهم دا يشتغلون يعني العضله حتشلب، لا تسوي فلكسر ولا تسوي لا تسوي فلكشن ولا اكستنشن، تبقى هيك زين. The muscle rigidity resists the binding all the way during bending، يعني شنو؟ يعني المريض من قاعده وتريد تنزل ايده او تحرك ايده ما راح تقدر تحركها، عبالك جاي تحرك بليد بايب. ليد بايب هو انبوب مال رصاص، يعني بوري ما الظاهر هو مشهور عندهم. هي هاي الاسماء والامراض لو احنا مخترعيهن واحنا مضبطين امورنا كان احنا سميناهن زين، بس هو باركنسون عالم اكتشف المرض، صار المرض اسمه باركنسون ديزيز. هم بحياتهم اكو فشي قوي اسمه ليد بايب، شافوا الريجيديتي مال باركنسون تشبهه سموه ليد بايب ريجيديتي، لأن هم مخترعيهن هم مكتشفين عفوا. أو مرات هاي الريجيديتي شو تكون؟ تكون كوغويل ريجيديتي، يعني هيجي أنا أقول لكم نقطة إنه الليد بايب ريجيديتي والكوغويل ريجيديتي هم نوعين من الريجيديتي موجودين بالباركنسون، لازم تروحون تكتبوهم باليوتيوب حتى تشوفوهم يفيدوكم، وكل واحد فيديو الفيديو مالته 30 ثانية مو هواي. الكوغويل مثل من يعني هيجي هسه هاي إيد المريض إحنا دا نحاول ننزلها فتبدي تنزل شوية وتوقف، تنزل شوية وتوقف، تنزل شوية وتوقف، كوغويل ريجيديتي. هنا شنو عندنا؟ يصير نتيجة فاسيليتيشن اوف جاما موتور نيورونز، لأن زاد الأسيتايل كولين، فشنو؟ الدوبامين يخلينا شوية أهدأ، الأسيتايل كولين يخلينا أكثر اكسايتيشن، تمام؟ الأكينيجيا means lack of movement، يعني ماكو حركة. Each movement is carried out a sequence of phases of excitation and inhibition. Lack of dopamine بالبيزال جانجليا are looked at the state of excitation، لأن بقى الدومينانت هو الأسيتايل كولين، الدوبامين راح. باركنسونزم أكينيجيا is manifested by paralysis agents، زين؟ يعني شنو واحد من يمشي المفروض يديه تتحرك هيك تروح وتجي لا إراديا، فد صورة بسيطة زين. بالباركنسون الإيد تخشب زين، فش راح يصير؟ absence of swinging of arms during walking وماسك فيس، هو يعني الوجه مال المريض يصير ما بي تعابير، يعني بي تعبير واحد لكل شيء، للحزن للفرح تمام، ماسك فيس. وشفلين جيت، شفلين جيت انه هاي رجله تخشب، فيعني يحاول يقدمها هيك يقوم يمشي خطوه وذيك الرجل يجيبها هنا هاي الخطوه الثانيه، والرجل النوبي يقدمها فشوي ونشوي هنا خطواته. التريتمنت كلش سهل، احنا قلنا انه عندنا اسيتايل كولين وعندنا دوبامين، الدوبامين شبي قل، شلون تعالج المشكله اللي قل بها الدوبامين؟ زيد الدوبامين، ايش تعطي؟ تعطي الدوبا. زين ليش ما تعطي دوبامين قبل؟ لان الدوبامين ما يعبر او يعبر البلد برين بارير بصعوبه كلش، يعني لو ما يعبر لو يعبره بصعوبه، احنا بالفسلجه كاتبين انه يعبره بصعوبه، يعني ما راح يوصل للدماغ، يعني ما بيكل فائده. فتعطي الدوبا لان هو يعبر البلد برين بارير وجوه راح يتحول دوبامين، فراح يزداد الدوبامين وراح تتحسن حاله المريض، يعني شويه نعدل من البالانس كان موجود سابقا بين الدوبامين والاسيتايل كولين. او اكو خطوه لخ شلون تعالج الباركنسون؟ تقدر تقلل الاسيتايل كولين. شنو اللي يقلل الاسيتايل كولين؟ اتروبين، هاي اخذناها بالفارما زين. فالتريتمنت اوف باركنسون ديزيز حل من حلين، يا تنطي ميديكيشن يعني تطي اتروبين وتطي ال دوبا وشوف شنو، يعني تصعد للدوبامين وتقلل للاسيتايل كولين، يعني واحد منهم. هذا اسمه ميديكال زين، هذا بالاستشاريه اللي يكتب ادويه راشيتة ادويه، هذا الفرع اسمه ميديسن ادويه. واكو لا سيرجيكال انه يعني تفتح وتشتغل عمليه. فالتريتمنت مال باركنسون نوعين، ميديكال وسيرجيكال. السيرجيكال شي يروحون يسوون؟ يروحون يفلشون الفنترولاترال نوكليوس او نوكلياي كجمع مال الثلمس، من يفلشوها عاد شنو؟ هذا راح يوخر الترمر زين. هسه
حاليا خلصت هاي الملزمة، بقى بارت أخير شوي نريد نشوف صورة عملي ونشوف الأسئلة الجاية على هاي الملزمة. بس أكو نقطة، شوي هنا هاي الملزمة صعبة، فتصور الفيديو صار كلش طويل، يمكن ساعة ونص أو شوف إيش قد. أنا صورت أجزاء، جزء أول ما الملزمة هذا الجزء الثاني. فأكو نقطة إنه إذا أكو شيء ما فهمتوا فوتوا حاجوني بالتليجرام، ححط المعرف بالوصف. زين، شغلة ثانية، الملزمة إذا ما فهمتوها الفكرة كلها فحاولوا شنو ترتاحون، أو مثلا يعني من ترتاحون وراها تقرون غير شيء وراها تعالوا رجعوا للبيزل جانجليا وشوينا شوينا افتهموها. أنا حاولت أشرح كل شيء موجود بها، بس أكو شغلات ما أقدر أشرحها، يعني مثلا شلون أشوفكم شنو الكاغوير ريجيديتي، لازم تشوف فيديو باليوتيوب لاد بايب ريجيديتي فيديو يوتيوب وهكذا. زين، هسه هنا راح أشوفكم صورة MRI نقدر نأشر عليها وكم سؤال. مبدئيا شو تسوون؟ نضبطوا الاناتومي. هم هنا حاولت اشرح الاناتومي والفسلجة، اكو بقناة ميدي كرييترز اسئلة على المحاضرة مال الاناتومي مال بيزل جانجليا، روح حلوهم. زائد هذول الاسئلة الحاطم هم الاسئلة مال الفسلجة قبل الاسئلة، او بالبداية نحل الاسئلة بعدين نرجع للMRI حتى يكون اخر شيء. زين، هسه نجيهم سؤال سؤال. البيزل نوكلياي شلون تسوي الشغل مالتها؟ يعني بهذا السؤال يقول البيزل نوكلياي كنترول موفمنت باي، اول شيء الزايد الثلاميك اكتيفيتي هي لا هي انهبيتري، فهاي ما نختارها. انكريزنج موفمنت باي اندايركت باث واي، لا الاندايركت باث واي شي يسوي يقلل الموفمنت مو يزيدها، فهاي هم ما نختارها. سلوينج موفمنت باي دايركت باث واي، هاي هم لا ما نختارها. من النقطه الصح نون اوف ابوف. زين، عندنا الليجن اللي يصير بالكواديت، اول شيء يسوي loss of ability to carry out familiar movement، لا البوتامين هو familiar movement. الانابيليتي تو، هاي الكلمه ما ادري شنو هي، يمكن تحويل convert ideas which are expressed by spoken words، هاي هم لا لان ما مكتوبه. المكتوب بالملزمه هو هنا الاسئله يجيبوها حرفيا، inability to convert thoughts and ideas into motor action، هو هذا الخيار. زين، الكواديت تؤدي الى increase in tone، يعني الليجن مالتها لا، الكواديت تغذي الاكسايتاتري فتزيد التون، فمن يصير بها ليجن يقل التون مو يزداد، فما تسوي هايبرتونية تسوي هايبوتونية. زين، السؤال اللي وراء، الباركنسونيزم is caused by degeneration of منو؟ انت تعرف دوبامينرجيك، فتلزم هاي الدوبامينرجيك هي الوحيدة دوبامينرجيك، يعني لا كولينرجيك ولا ادرينرجيك. كولينرجيك يعني اسيتال كولين، ادرينرجيك يعني ادرينالين والنور ادرينالين، الانكفالينرجيك يعني انكفالين، احنا ما جبنا طارية. فهو نتيجة شنو مكتوبة نصا؟ الدوبامينرجيك اوف سبستانشيا نيجرا. زين، بعد شنو عندنا؟ الكاركترستيكس مال باركنسونيزم شنو؟ أول شيء it is due to are the following except، يعني ما يعني واحدة من ذول النقاط مو characteristic of Parkinsonism. It is due to degeneration of dopaminergic nigrostriatal neurons، هاي صح. بس أكو نقطة، its three main characteristic are tremor, rigidity و akinesia، هاي صح موجودة. L-DOPA is preferred over دوبامين in its treatment، هاي صح مكتوبة نصا، ننطي الدوبامين ننطي دوبامين، ليش؟ حكينا السبب. There is no surgical treatment for Parkinsonism، هاي خطأ يعني نختار هاي، هي الوحيدة اللي مو characteristic. تمام، نجي وراها شنو عندنا؟ when a person wears necktie before shirt، يعني لبس بالبداية الرباط والنوب القميص، هذا قبل يعني منو؟ وين الليجن؟ الليجن بالكواديت، هياته هاي يعني ما تحتاج كلش تفكير، هي فهم. زين، بعد شنو عندنا؟ هيميبلاسمس جاي يوصفها involuntary strong، تصير بوان لم ذات اكر دو تو ليجن وين؟ بالسبثلمس سبثلمك نوكليوس. تمام، بتلاحظون انه الاسئله نصا. one of the most important characteristics of سيدنام كوريا
قلنا ان هو يصير بالاطفال 5 إلى 15، يصير complication نتيجة traumatic fever اكثر بالفيميل، تمام؟ فنجي هو hereditary؟ لا مو hereditary. It occurs usually at fourth decade of life. هاي هم خطأ، ما له علاقة. الهانتنجان كوريا يصير بالفورث ديكيت. It occurs during pregnancy. هاي هم لا، هذيك الكوريا جرافيدارا ما يصير during pregnancy. وقت هي هاي النقطة الأخيرة أصلا. It is a complication of rheumatic fever. الموتور أبراكسيا يصير نتيجة ليجن وين؟ بالبوتامين. هاي خلصت. هاي الأسئلة دا تلاحظون كوبي بيست وأسئلة لناتهم يهمين فهم. شوفوا الـ MRI اللي يجي يعني هو حيسأل على هاي اللي هي الهيد أوف كواديت، أو حيسأل عن هذا اللي بصفها اللي هو اللاترال فنتركل. هذا هم لاترال فنتركل، هذا الملون بالأبيض. هنا هو موقع الثلمس وهذا هو موقع البوتامين اللي هو جزء من اللانتيفورم. يا هاي الستركتشرز الموجودين بالبيزال جانجليا. هاي المحاضرة خلصت، إن شاء الله استفاديتوا ومع السلامة.